تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. تأتي هذه الدورة تحت الشعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، تقام فعاليتها حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. داخل هذه القاعة نجح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 في احتضان عقول مصر المستنيرة من مختلف المجالات من خلال تقديم كتب وروايات جاءت لتشع بثقافتها نورا على الزائرين. المعرض يعتبر بالنسبة لنا زي العيد كده، لأن هو المرسم الثقافي اللي بيجتمع فيه كل الكتاب بالناشرين بالقراء عشان خاطر يشوفوا ايه الاعمال اللي نزلت في الدوره الجديده اللي هي دوره 55. فلا المعرض بالنسبه لنا هو بالظبط كانه عيد، وفي زحام ومنافسه بس هي بصراحه مفيده لينا، ان كل واحد فينا بيحاول يبدع ويظهر يعني اجمل ما عنده من ابداع، بحيث ان هو برده يظهر على الساحه، لان ما شاء الله السنه دي العدد بقى في الكتاب في ازدياد والقراء نفس الكلام. بحاول طبعا اقدم محتوى يكون محتوى رائع ويكون محتوى ثقافي ويضيف حاجه جديده، وطبعا بهتم قوي قوي يعني بان ما يكونش فيه لا خطا لغوي ولا نحوي في الاعمال بتاعتي. مبادره عينيك رايقه خدمه اجتماعيه قامت بها احدى الهيئات للكشف الطبي على الزائرين، والتي تاتي ضمن الخدمات التي يقوم بها المعرض وبالمجان. جايين بمبادره عاملها شباب الاطباء للكشف المجاني على امراض العيون عموما، وبالخصوص للتوعية ضد مرض جفاف العين اللي هو أصبح مرض العصر نتيجة وجود الشاشات في حياتنا ديلي. وطبعا احنا جايين نعمل حملة توعية بحيث نحن نعرف الناس بأسباب الجفاف وطرق علاجها. أسر مصرية وشباب وحضور من مختلف الفئات العمرية حرصوا على التواجد داخل أروقة المعرض لشراء ما يناسبهم من الكتب المتنوعة. بحب أرى كتب روايات كتير، باجي كل سنة المعرض، بحب اشتري كتب الخيال العلمي وكده، بحبها جدا. يقام المعرض هذا العام على مساحة 80,000 متر مربع ويضم 5 صالات للعرض، ويشارك فيه أكثر من 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد العارضين أكثر من 5,000 عارضا هذا العام. يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده من كل عام ليؤكد دائما أن مصر كما كانت بلد الحضارة والتاريخ هي أيضا بلد الثقافة والعلم والمعرفة. من معرض القاهرة الدولي للكتاب، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.